السؤال ده بيفتح لنا عنوان كبير اسمه فحص ما قبل ما تكوني عاوزه الامتحانات. يعني دايما نقول للست في حاجه اسمها بري كونسبشنال كونسلنج، خصوصا للست مريضه المرض المزمن، يعني اللي عندها الضغط، السكر، القلب، الكبد، الكلى، اللي بتاخد اي دواء المرض المزمن ما ينفعش تحملي وبعد كده تروحي للدكتور. ليه؟ ممكن الدواء اللي انت بتاخديه دلوقتي يقدر يعمل مع الحمل، يعمل تشوهات في الجنين ويعمل اضطراب. ممكن تكون حالتك الصحيه دلوقتي لو حملتي يحصل لك ضرر والحاله تتفاقم. فدايما نقول اللي مريضه مرض مزمن ما تحملش، تروح الاول تروح للدكتور، تروح لدكتور النساء تقول له ان هي بتاخد الدواء الفلاني، قد يكون الدواء ده غير امن فينقلها من الدواء الغير امن لدواء تاني اكثر امان، او يكون ينصحها يقول لها لا دلوقتي انت مثلا عندك تحليل السكر بتاعك مش متظبط، احنا نظبطه على مدار 3 شهور وبعد كده ان احنا نحاول ان احنا نعمل. ان هي لو مثلا حملت دلوقتي وهي مريضه سكر وسكر مش متظبط يحصل اضطراب او يجيب لنا طفل فيه تشوهات، فيبقى لازم تروحي الاول للدكتور هيقول لك الدواء اللي انت بتاخديه امن ولا غير امن، وهل يا ترى امن ليك ان انت تحملي دلوقتي ولا تاجلي الحمل شويه لغايه ما الحاله